الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. يقول السائل: ما هو سر هذا التودد لإيران وإرسال رئيس الأركان ووصفها بالشقيقة؟ هل هي تبع اتفاقية الصين التي صارت بين إيران والسعودية لتحسين العلاقات، أم هناك أمر آخر؟ خوف، التفسير هو الخوف. الآن عقب ما إيران أرسلت مجموعة من الصواريخ، طبعا إيران ضربت إسرائيل ضربتين، ضربة تافهة كانت فقط يعني تسجيل موقف، والضربة الثانية لا، الضربة الثانية فيها يعني وصلت الصواريخ وضربت، نعم حتى لو ما قتلت ناس لكنها على الأقل أثبتت أن مرادات الصواريخ لم تعمل، وضربت وآذت إسرائيل. فإذا كانت إسرائيل البعيدة عن إيران وصلتها الصواريخ وبعدد كبير، فكيف ب الساحل الشرقي للخليج العربي؟ النفط كله راح يحترق خلال ساعات، النفط كله راح يحترق خلال ساعات، راح تنتهي السعودية. فالسبب هو الخوف بس، يعني حس ما دامت إسرائيل نفسها لم تستطع حماية نفسها من الصواريخ الإيرانية، فمن باب أولى يعني إسرائيل ومعها أمريكا، أمريكا طبعا مزودة إسرائيل بكل وسائل الحماية، فمن باب أولى ما تستطيع لا إسرائيل ولا أمريكا تحمي السعودية. فذلك يعني اقتنع محمد بن سلمان انه والله احسن له يحسن علاقته مع ايران. هو سامع مثلا، سامع ان ايران مثلا معطيه قطر تعهد انه اذا صارت ازمه ما راح تهجم عليها، ما راح تتعرض لهجوم. فهو يريد من ايران نفس التعهد انه اذا صارت ازمه انها لن تتعرض له. نعم. طيب هل ستوافق إيران؟ أنا أبغى تسألك نفس السؤال هذا. لا، إيران تتجامل تقول له نعم، بس ما راح توافق. لا، إيران تعلم يقينا أن هذا أنه قد أعطى الأجواء والقواعد والقدرات المالية والقدرات النفطية لأمريكا وإسرائيل، تعلم جيدا أمريكا إيران ليست غبية. نعم. طيب نأخذ عبد الله الأنصاري، تفضل مايك معك. السلام عليكم ورحمة الله، الله يمسيكم بالخير. أنا عندي سؤالين لو تسمحوا لي. السؤال الأول، لو كنتم في السلطة يا دكتور سعد، وأنتم تحكمون بلادنا والأمر بيدكم، ومرت بكم مثل هذه الظروف الحالية مثل استلام ترامب للسلطة، كيف ستتعاملون معه ومع تغوله وتدخله بطريقة شرسة في شؤون الدول؟ السؤال الثاني مرتبط بالأول، ما هي الإجراءات التي تجعل الدولة حصينة من التدخلات الخارجية سواء كان ترامب أو أمريكا أو بلدان أخرى مثل أوروبا بشكل عام؟ يعني بلد بمكانة بلاد الحرمين، ما الذي يجعله حصين ومحمي من التدخلات الخارجية؟ نعم، جزاك الله خير. بالنسبة للسؤال الأول، إذا كانت هناك قيادة مؤتمنة يعني فيها الصفات القوية الأمين وحصل تطور في بلاد الحرمين، وحصل تطور مثل صعود ترامب للسلطة، ما راح ينفعك إلا إذا كنت قد بنيت دولة مستقلة حقيقة، مستقلة في قرارها، مستقلة في إمكاناتها، مستقلة في قدراتها العسكرية والأمنية وعلاقاتها الخارجية. إذا كانت الأوضاع اللي عندك مبنية على هذا الاستقلال، وكانت الجبهة الداخلية قوية، والشعب يثق بقيادته، ما يقدر عليك أحد، ما أحد يقدر عليك، يعني حتى لو كانت إمكاناتك المادية محدودة. شبه حين الطالبان، مو بس ما تقدر أمريكا تسوي لهم شيء، أصلاً طردوا أمريكا. الآن أمريكا ما تقدر تسوي شيء أبد في أفغانستان. فإذا كانت الجبهة الداخلية قوية، وإذا كانت الرؤية واضحة أن كيف يكون بلدك قوي، ووضعك العسكري قوي، وضعك الأمني قوي، وكيف تبني استقلالك الاقتصادي والعسكري وتبني وضعك الاجتماعي بشكل متماسك، ما يهمك أحد، ما تستطيع حتى لو كنت دولة صغيرة، ما أحد يستطيع تدخل بشأنك. لكن ما يمكن أن يحصل هذا الشيء طبعا
فجأة، لا يجي واحد صالح عقب واحد سيء، لا، لابد من شد وجذب وأخذ عطاء وتغييرات اجتماعية وسياسية تؤدي في نهاية المطاف إلى استلاب الشخص المؤتمن. يعني حتى لو استلم، حتى لو مثلا صار فيه مثلا انقلاب وجاء واحد طيب، لازم ياخذ فترة علشان يضبط الوضع ويتخلص من آثار الذل وآثار الوضاعة وآثار الفساد والانحراف الذي والنفاق وقلة الأمانة التي والأنانية التي عاشها الناس. ينبغي أن يبني عند الناس المسؤولية، يبني عندهم الأمانة، يبني عندهم الشعور بالمساهمة في وضع البلد إلى آخره. أما بالنسبة للسؤال الثاني أنه كيف يحصن المجتمع ضد التدخل الخارجي، هو سؤال مرتبط، جواب مرتبط بالسؤال الأول. إذا كان أي قيادة تريد أن يكون البلد محصن، ينبغي أن تبني قدراتها أو سياستها الخارجية على أساس ما يسمى بالأمن القومي. الأمن القومي في بلادنا مرتبط بثلاث أمور: بالجيش والجهاز الأمني والجيش والمخابرات والنفط والسياسة الخارجية. الجيش، ينبغي أن يؤسس الجيش بناء على معطيات البلد. بلد عندنا بلد كبير وعدد السكان نسبة للبلد قليل، وكيف تستطيع تحل هذه المعادلة؟ أنت عندك عدد سكان قليل مقابل عدد كبير، كيف تستفيد من معطيات أخرى؟ تستفيد من معطيات أنه والله في عرب ومسلمين كثير ودهم يخدمونك. كيف تستفيد من أنه التقنية الحديثة تؤدي إلى أن الشخص الواحد إذا أحسن تدريبه عن 50 شخص اللي ما محسن تدريبه مع استخدام السلاح الجديد، وكذلك التربية العقدية والدينية نفس الشيء. الشخص الواحد مربى عقديا ودينيا أفضل من 20 من الذين لم يربوا عقديا ودينيا. هذا على مستوى الجيش. فإذا بني الجيش على هذا الأساس، على أساس أنه هو الذي يحمي البلد حتى لو كان عدد السكان قليل وحتى لو كان عدد حجم البلد كبير، تراعى هذه المسائل وتوضع استراتيجية دفاعية تعوض عن هذا الإشكال. أما بالنسبة للمخابرات، فكلما كانت نظرة الحكم والمسؤولين إلى البلد كبلد مستقل، كلما نجحوا في صيانة المخابرات. يعني بلدنا الآن ما عندنا مخابرات مستقلة، احنا مخابرات جزء من CIA. يعني السعودية المخابرات جزء من CIA، وهي في إطار المصلحة الأمريكية، في إطار مصالح أمريكا. ما عندنا مخابرات مستقلة. وحتى المخابرات، حتى على المستوى العملي التطبيقي، المخابرات السعودية، يقول لي واحد الاستخبارات، أتكلم عن الاستخبارات ما أتكلم عن المباحث. المباحث طبعا تلغى، مباحث تلغى، مباحث ما لا. إذا أردت الأمن القومي يكون ناجح، لابد أن تلغي المباحث السياسية. أما المباحث الجنائية هذه مش موضوع ثاني، ما لا يدخل الأمن القومي. المخابرات أو الاستخبارات التي تحمي البلد حاليا في بلاد في المملكة، الاستخبارات العادية والاستخبارات العسكرية، كلاهما ما عندهم، ما في قدرات. يروحون يجمعون من جوجل، يجمعون من جوجل أو يدفع فلوس لزميله الباكستاني ولا زميله المصري عشان يشتغل له شغل. صدقوني، يعني الشباب من أخواننا، مو شباب، كبار السن، لأنهم في مراتب متقدمة في الاستخبارات، يحكوا لنا هذا الكلام. يعني يقول يعني أشطرهم اللي يدفع الربعة فلوس عشان من يصار بينهم علاقات الاستخبارات الباكستانية والمصرية، يدفع لهم فلوس عشان يجمع لهم معلومات عشان يعطيها القيادة. ما في استخبارات حقيقية، ولا في أصلا مؤسسة استخبارية حقيقية في المملكة. في مؤسسة أمنية، صح، مؤسسة أمنية، أمن دولة مجتهدة وناجحة في قمع الشعب وتتبع الشعب، وكل نفس يتنفسه الشعب يعرفون عنه. لكن استخبارات لحماية البلد قائمة على أساس صحيح، مثل CIA ومثل KGB ومثل
يسمون هذه المخابرات الإيرانية ولا المخابرات الموساد؟ لا أبدا، ولا في ولا يمهم ولا في أمل. هذه إذا أسست على أساس صحيح أنت تقدر تلعب، إذا أسست على أساس صحيح تقدر تلعب لعب كثيرة، لأنك أنت الآن معك عدد كبير من المسلمين في العالم تستطيع توظفهم لك. الآن بالعكس محمد، دولة السعودية تنفر مسلمين، المسلمين ما يبونها. فإذا هذا الجيش ثم المخابرات ثم القدرات القومية اللي هي النفط، النفط وغير النفط بس النفط بالذات، يعني أنت عندك النفط، عندك سواحل ضخمة، عندك الحرمين، كيف تستثمر هذه القدرات القومية؟ الحرمين قدرة، يعني قدرة جبارة، كيف تستثمرها لحماية بلدك؟ هذه كذلك يعني تسهل عليك بشكل كبير أن تحميك من تدخلات الآخرين. لو كتب الله سبحانه وتعالى أن كان القوي الأمين ومعه فريق من المستشارين الصالحين المصلحين الحكماء الذين يقفون معه، لأمكن إعادة تأسيس الجيش وإعادة تأسيس الاستخبارات وإعادة تأسيس القدرات القومية وخاصة النفط والحرمين بطريقة تجعل بلاد الحرمين دولة عظمى بلا منافس. نعم، قلنا الاستخبارات الآن تطور وصار يستخدمون الشات جي بي تي أبو عثمان. صح صح، لو أنا منهم أسوي نفس الشيء شو أضيع وقتي. نعم.